بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء سعيد للجميع إن شاء الله. في المحاضرة السابقة أخذنا السمول فريند الموجب أصدقاء الرقم 5 الموجبة، اللي هي زائد 4 وزائد 3 وزائد 2 وزائد 1. اليوم إن شاء الله راح ناخذ أصدقاء الرقم 5 السمول فريند السالبة، اللي هي ناقص 4 ناقص 3 وناقص 2 وناقص 1. وقلنا سابقا في أصدقاء الرقم 5 الموجبة احنا نستخدمها اذا كان العمود غير كافي لاتمام عملية الجمع. اليوم الرقم 5 السالبة اذا كان العمود غير كافي لاتمام عملية الطرح. راح ناخذ صديق صديق ونشوف شلون نتعامل وياه. فطلعوا لنا موضوع اصدقاء الرقم 5 السالبة. احنا في اصدقاء الرقم 5 الموجبة اخذنا زائد 4، نراجع القاعدة مالته، إن لو كان عندي هنا مثلا 1 زائد 4، وتكلمنا حول كيفية برمجة الدماغ على يعني حل هذه المعادلات دون الحاجة إلى حفظ القواعد، دون الحاجة إلى حفظ القواعد الخاصة بها. فأجي أحل هذه المعادلة 1 زائد 4، وقلنا هنا عندي في عملية الجمع هذا زائد 4، إحنا في الجمع البسيط يعني كان عندي زائد 4 ما عندي أي مشكلة، لكن هنا ما عندي زائد 4، فكنا قلنا حتى نحل هذه المشكلة 4 وين يروح؟ يروح الصديقة. منو صديقة؟ هذا 5 هو السمول فريند. فقلت له أنا يا بهسه صارت عندي مشكلة في عملية الجمع، أريد أصعد والواحد ماخذ مكاني، فالخمسة ينطي معادلة إلى زائد 4. يقول لي انت دائما اذا ما لك مكان تصعد في اي عمود، مو فقط في عمود الآحاد، فهذه المعادله راح تكون زائد 4. ليش زائد 4؟ لان هو برعايه الاربعه، الاربعه ما له مكان يصعد، زائد 4. ومن راح يساعده؟ الخمسه، فزائد 5 ينزل عندي. ومن راح يطرده؟ عدو الاربعه، قلنا الواحد. قلنا هاي الخاصه في عملية الجمع للسمول فريند إذا كان عندي زائد 4 وكان العمود غير كافي لإتمام عملية الجمع، فنستخدم هذه المعادلة. لكن اليوم إن شاء الله ناخذ إذا كان العمود غير كافي لإتمام عملية الطرح. عملية الطرح مو الجمع، هسه أنا عندي زائد 4، لو كان عندي ناقص 4 وما إلى مكان في عملية الطرح، خلينا نشوف شلون نحل هذه المعادلة. لو كان عندي مثلا 5 ناقص 4 معادلة، خمسة ناقص أربعة، الآن عندي ناقص أربعة مو زائد أربعة، خمسة ناقص أربعة، أجي أحل هذه المعادلة، خمسة ناقص أربعة، الآن الأربعة هذا الأربعة صارت عنده مشكلة في عملية الطرح مو في عملية الجمع. يعني إذا كان العمود غير كافي لإتمام عملية الجمع قلنا نستخدم هذه المعادلة، لكن هسه عندي مو زائد 4، عندي ناقص 4. المفروض هنا عندي 4 خرزات وأبعدهن عن العارضة وتنتهي المشكلة عندي، لكن الآن العمود غير كافي لإتمام عملية الطرح مو عملية الجمع. تمام، الأربعة سواء كان ناقص أو زائد متعود وين يروح بحل المشكلة؟ يروح الصديقة السمول فريند. زين تمام، منو صديقه؟ الخمسه، فيروح للخمسه يقول لي يا بهسه انا اريد انزل في عمليه الطرح والعمود غير كافي حتى اطرح 4، انت لازم تلقى لي مشكله. فيقول له راح اعطيك معادله، المعادله هي في رعايتك. منو رعايته؟ ناقص 4، وانطاه معادله جديده ناقص 4 يساوي، زين ناقص 4 يساوي ناقص 5 زائد 1. لاحظ هاي المعادلة بمن تختلف عن هذه المعادلة؟ تختلف في عملية الإشارات فقط، هنا عندي زائد 4، هنا عندي ناقص 4. تمام، هنا الأربعة إجا يساعد نزل وطرد الواحد، هنا الأربعة الخمسة العفو نزل، هنا الخمسة راح يرجع ينطلق يصعد الواحد بمكانه، يعني معاكسة العملية. شلون أشرحها للأطفال؟ لا،
خلينا نبرمج الدماغ عليها حتى ما نحفظها، نفهمها بعد، ما حتى ما نحتاج حفظ هذه المعادلات. مثل ما برمجنا دماغنا على زائد 4 لازم نبرمج دماغنا على ناقص 4. شلون نبرمجه؟ لاحظ هنا الاربعه العمود غير كافي لاتمام عمليه الطرح، فمين نروح؟ نروح للخمسه. تمام؟ يقول لي يا بساعدني، فشلون انا اشرح للاطفال؟ اقول لهم بما انه هاي الاربعه عادتها سالبه ناقص، تمام؟ فمن صارت اشارتها سالبه طاقتها صارت سلبيه مو ايجابيه مثل هاي الاربعه، نزل الخمسه وطرد الواحد. فمن صارت طاقتها سلبيه يعني قلت قدرتها، عدوها ايش بيه؟ راح يتقوى عليها، اكيد اللي تقل القدره مالته فعدوه راح يتقوى عليه. من عدو الاربعه سواء في الجمع او الطرح هو الواحد. فشي يسوي الواحد بعد؟ هو صارت عنده قوه، هاي اشارتها سالبه، يصعد ويطرد الخمسه. لاحظ اذا طبقنا هاي المعادله او ما طبقناها، ما ناقص 4، ناقص 4 اذا يساوي ناقص 5 زائد 1، او زائد 1 ناقص 5 نفس الشيء. لاحظ شلون برمجنا الدماغ بعد ما ننسى هذا الامر. كذلك نفس الشيء ما يطبق على الاحاد من قواعد يطبق على بقيه الاعمده. فلو كان عندي هنا 50 ناقص 40 اي ناقص 4 في العشرات، نفس الشيء يصعد الواحد في العشرات ويطرد الخمسه في العشرات. نحل مجموعة من الأسئلة حتى أنا هسه من شرحت هذا بعد ناقص 2 أو ناقص 3 أو ناقص 1 بعد عرفتوها، كل واحد يصعد عدوه ويطرد الخمسة. فلو كان عندي ناقص 3 وما إلى مكان تصعد 2 وتطرد الخمسة، إذا كان عندي ناقص 1 وما إلى مكان تصعد الأربعة وتطرد الخمسة، وهكذا. فلناخذ أمثلة على هذا الموضوع. الأمثلة أريدكم أنتم تحلونها وبعدين أنا أحلنها، وراح نستذكر القواعد السابقة. فعندي 3 زائد 2 ناقص 4. حلوا لنا هذا السؤال، وحاول مثل ما اتفقنا من تحل قول عندي او ما عندي، ايش اسوي؟ منو العدو مالته؟ من هو الرقم الثابت؟ الخمسه شلون راح يساعده؟ حاول بهالكلام هذا تبرمج الدماغ. نعم هنا واحد، انا اريد مو فقط يعني الاجابه، يعني اريدكم لا تطبقون على المعداد. اللي ما يطبق على المعداد هسه حقيقه صعب صعب يستمر اذا تطورت القواعد مالتنا. نعم هنا نشوف من هو انطانا هاند رايز. نعم ست عندي السؤال. ست زينب فتحت لك الميكروفون. ست نبراس ايضا فتحت الميكروفون. نعم تمام. هنا نريد نحل، عندنا معادلة نريد نحل. لاحظ 3 صعد 3 موجود عندي أو ما موجود؟ موجود. ننزل زائد 2، لاحظ هنا زائد 2 شلون تبرمج دماغك على الحل. نجي هنا نقول نتكلم ويا نفسنا، نتكلم ويا دماغك، قول هنا عندي زائد 2 يا دماغ، موجودة أو ما موجودة؟ حتى نبرمج 2 ما موجودة، فاحنا تعلمنا شنو الثنين اذا ما موجوده، شنو اشارتها؟ زائد او ناقص؟ اشارتها زائد. اذا وين راح تروح؟ تروح للسمول فريند صديقها. تقول له اريد اصعد وما لي مكان، يقول لها انا سابقا انطيتك معادله منو عدوك؟ قالت له الثلاثه، قال اذا بسيطه ننزل ونطرد الثلاثه. فينزل الخمسه ويطرد الثلاثه، تمام؟ نجي الى ناقص 4. ناقص 4 هنا المفروض ينزل إلى مكان أو ما إلى؟ ما إلى مكان. وين راح؟ راح الصديقة الخمسة، يقول أريدك تساعدني، قال أنا نازل هسه ما أقدر أساعدك. فرأسا منو سمع بهالموضوع هذا؟ سمع الواحد عدو الأربعة، فقال لك يابا هاي الأربعة إشارتها سالبة فطاقتها سلبية، شو أسوي؟ خلنا آخذ يعني الثار مالتي، فيصعد الواحد ويطرد الخمسة. وفقها أنا أحتاج بعد أحفظ هذه المعادلة إذا أتكلم؟ مستحيل. نعم
لان يعني احنا نعتمد في تدريسنا على الاطفال هو برمجه الدماغ، نبتعد عن عمليات الحفظ لان السربان الياباني بعشرات المعادلات، تمام؟ فمن نبرمج دماغنا بالبدايه، طبعا احنا نتكلم بهذا الموضوع هسه شوفنا بطيء وهاي في مرحله برمجه الدماغ، لكن بعدين لا دماغ يعني راسا ينطيك اياها في اجزاء من الثانيه، اذا الناتج هو واحد. حسب نظريه ما يطبق على الاحاد يطبق على بقيه الاعمده. خلنا نحل هذا المثال وبعدين ناخذ بعض الأمثلة. عندي 1 زائد 4 ناقص 4 زائد 2 زائد 3 حلونا هذا السؤال. ناتج 6. دائما نحاول نطبق على المعداد. نعم ممتاز. احنا حتى نختبر الحل بسرعة انا راح ادخل لكم بالمعادلة الجاية راح ندخل فد شيء جديد يعني بيها من الاصدقاء 5 السالبة، لكن بدون ما نشرح نشوفكم يعني الدماغ بدأ يعني يتبرمج على هذا الامر. اذا نحل 1 زائد 4، فزائد 4 هنا اشارتها موجبة وماكم، فوين تروح؟ طاقتها موجبة، ما طول طاقتها موجبة الخمسة راح يساعدها. طاقتها سالبة يعني ناقص 4، فالخمسة ما يقدر يساعدها لأنه أصلا نازل هنا، فهنا زائد 4 ما لها مكان، شو يسوي؟ ينزل الخمسة ويطرد 1، وفق قاعدة زائد 4 تساوي زائد 5 ناقص 1. الآن ناقص 4، ناقص 4 ما لها مكان تنزل، فطاقتها سلبية، طاقتها ناقص 4 فعدوها راح يتقوى عليها ويطرد الخمسة. حسب معادلة ناقص 4 تساوي ناقص 5 زائد 1 أو زائد 1 ناقص 5. نجي زائد 2 زائد 2 لها مكان أو ما لها؟ لها موجودة، فأنت قبل لا تحل لا تشوف موجود أو ما موجود، تمام. زائد 3 زائد 3 هنا ما عندي لكن طاقتها موجبة إيجابية، طاقتها إيجابية فالخمسة راح يساعدها، شو يسوي؟ ينزل ويطرد عدوها 2 زائد 5 ناقص 2 ويكون الناتج 6. راح ناخذ مثال احنا بعدنا ما شارحينه ونشوفكم شلون تطبقون على الاباكس. طبعا الاباكاس او الاباكس كما يسمونه هو نفس هذا المعداد الياباني ايضا له تسميه. خاف تسمعون تسمية اباكس، معداد، سوربان، كلها تطلق على هذا اللي امامكم. خمسة أو ستة، لاحظ ستة ناقص 3 زائد 2 بعد ما فهم السؤال ستة ناقص 3 زائد 2 ناقص 5 زائد 1. هذا السؤال نحله. حلو انه على المعداد، اريدك تحل على المعداد. نعم الناتج يصير 1. لاحظ شلون نحل هذا السؤال. 6 ناقص 3، احنا بعدنا ما شارحين ناقص 3، لكن ناقص 3 ما إلى مكان هنا ينزل، تمام؟ وبما انه اشارته سالبه فطاقته قلت، ضعفت طاقته، فعدوه راح يتقوى عليه ويطرد الخمسه، من عدوه 2 يصير زائد 2 ناقص 5 او ناقص 5 زائد 2.
هنا عندي زائد 2 زائد 2 طاقتها إيجابية وما لها مكان، فتنزل الخمسة وتطرد عدوها الثلاثة. ناقص 5 عندي، زائد 1 عندي، الناتج 1. لاحظ إذا الآن حتى إذا ما مخفين إحنا هسه ناقص 3 ممتاز عرفتوا زين، ناقص 1 نفس الشيء، ناقص 2 وما لها مكان نفس الشيء، ناقص 3 ونفس الشيء. الآن نحاول ناخذ مجموعة من المعادلات. بالعشرات أربعتاش زائد 43 ناقص 24 حلولنا هاي المعادلة. ناتج 33 المعادلات اللي تكون في عملية الطرح. هسه راح نكتب، احنا كتبنا ناقص 4 فناقص 3 راح تكون يساوي ناقص 5 زائد 2 ناقص 3 وناقص 2 تساوي ناقص 5 زائد 3 وناقص 1 يساوي ناقص 5 زائد ناقص 5 زائد 4. هاي المعادلات السمول فريند السالبة، ناقص 4 تساوي ناقص 5 زائد 1 وناقص 3 ناقص 5 زائد 2 وناقص 2 ناقص 5 زائد 3 وناقص 1 يساوي ناقص 5 زائد 4. هي هذه المعادلات الخاصة في أصدقاء الرقم 5 السالب. زين نحل هذا السؤال. 14 زائد 43 نجي هنا زائد 3 ما لها مكان، فالخمسة راح تروح للخمسة، خمسة بما أنه إشارتها موجبة فطاقتها إيجابية، فالخمسة ينزل ويطرد عدو الثلاثة الثنين. زائد أربعة في العشرات مفروض ما عندي زائد أربعة، وبما أنه طاقتها إيجابية فراح يساعدها الخمسة اللي بعمودها. طبعا أتكلم مو خمسة، هو الخمسين إحنا نعرفه، لكن مع الحفاظ على المرتبة الرياضية للعمود فأنا أتكلم بالقاعدة العامة. فينزل الخمسة ويطرد عدوها الواحد. زين ننتبه الآن إلى، نزلنا بالعمارتنا إلى الطابق الأول ولقينا أم حسين راشة ما يعدرج لا نزلك، انتبهوا للإشارة جدا، ننتبه هاي خطرة جدا خطرة. فهنا ما نزود أربعة، نقص أربعة، نقص أربعة لأن هاي الإشارة هي داخلة على العدد كله مو فقط على الثنين. ناقص أربعة، ماكو ناقص أربعة هنا عندي بس اثنين. وبما أن الواحد شاف عدو الأربعة، شاف الجو الصالحة هنا إشارتها سالبة فقلت طاقتها، راح يصعد ويطرد عدوها الخمسة، يطرد راح يصعد ويطرد الخمسة وفق معادلة ناقص واحد تساوي ناقص خمسة زائد أربعة. ناقص اثنين أيضا ما لها مكان هنا، ما عندنا ناقص اثنين، فالثلاثة رأسا شاف طاقتها قلت استغل الوضعية صعد وطرد الخمسة، فيكون الناتج 33. ناخذ أسئلة أخرى.
33 زائد 12 ناقص 23. حلونا هذا السؤال. نعم 6 سهام. قاعد أفتح الميكروفون يعني اللي يسوون هاند رايز بس أسوي نعم عموما نحل هذا السؤال. 33 زائد 12 زائد 2 في عمود الآحاد ما لها مكان، فراح تستعين بالخمسة بما أنه إشارتها موجبة، الخمسة ينزل ويطرد عدوها 3 زائد 1 في عمود الآحاد عندي أو ما عندي موجود عندي، فما أستخدم أي قاعدة من السمول فرينك لأن موجود عندي. ناقص 23 ناقص 3 في عمود الآحاد ما عندي وبما أنه إشارتها سالبة هاي فعدوها راح يصعد ويطرد الخمسة من عدو الثلاثة الثانية. زين ناقص 2 في عمود العشرات عندي يكون الناتج 22. هذا بالنسبة إلى small friend السالب. الآن أنتم خلينا نطلع قادرين على تدريس المستوى الأول والمستوى الروضة والمستوى الأول الابتدائي. عندي الآن شلون ندرس الأطفال في المستوى الأول؟ طبعاً المستوى الأول يتضمن جمع والطرح البسيط وأصدقاء الرقم 5 السالبة والموجبة اللي كملناها اليوم. يعني هذا المستوى الأول. الأطفال يدرسونه من عمر ثاني ابتدائي فما فوق. كلهم يبدون بهذا المستوى. كلهم يبدون بهذا المستوى. ثاني ابتدائي فما فوق. بعدين من يخلصون هذا المستوى ينتقلون إلى المستوى الثاني. المستوى الثاني اللي يعني البيج فريند الموجب وكذلك عمليات الضرب على السوربان ان شاء الله احنا ناخذ. لاحظ المستوى الاول اللي هسه احنا قاعد ندرسه في مراكزنا. طبعا احنا نعتمد في تقنياتنا على ايصال الطفل بالحساب التخيلي للمئات جمع وطرح بسيط وبعدين ندخل له اصدقاء الرقم 5 السالبه والموجبه حتى تكون عليه تحصيل حاصل. لاحظ المحاضرة الأولى نبدي نشرح مكونات المعداد للطفل. هاي آحاد وعشرات وهاي تمثل إلى آخره، لأن يعني الطفل إحنا قبل لا نبدأ بالجمع والطرح لازم شو نسوي؟ يعرف مكان الخرزات، يعرف شنو تعني هذه الخرزات، تمام؟ خطوات القيام بالعمليات الحسابية أيضاً نأهل الطفل. ودائماً حتى نشرح له لازم ما نتعامل ويا معلم مال مدرسة مدرس مال المدرسة أسلوب المدرسة، لأن أنت مدرب مو معلم. المدرب هو يخليك يعني تتقن العمل اللي دربك عليه، لذلك يسمونه مدرب. ف يعني لازم احنا نحضر الأدوات مالتنا ونهيئ الطفل نفسه في السوربان. يعني تعرفون السوربان هو مادة مو منهجية. يعني شنو مو منهجية؟ يعني ما ماخذينها الأهل قبل بالمدارس ولا الطفل ماخذها بالمدارس، فبس يسمعك بيهم رياضيات أو شيء هاي رأسا ياخذ ردة فعل. فإحنا
يعني لازم نهيئ الطفل نفسيا، هاي شلون تجلس إلى آخره، طريقة مسك القلم اللي شرحنا عليها في أول محاضرة، كلها يشرحون للأطفال بالبداية، وبعدين نبدي نشرح لهم مكونات السرطان. في أول محاضرة نبدي نقول لهم هنا هذا عمود الآحاد، هاي 1 2 3 4 إلى 10، تمام. تخلي الأطفال، أنت تمثل على السربان اللي عندك بالسبورة والأطفال يمثلون وياك، تأخذ لهم، لاحظ هاي العشرات أم وياها تعني، بس ما تأخذ جمع وطرح أول مرة بالبداية، لا، نعلمهم على السربان، فنقول لهم السربان هو صديقك، أنت لازم تحب تعرف شنو صديقك يحب، وين يروح يمشي، شنو يحب يقرأ مثلا، شنو يحب يأكل. فالسربان نفس الشيء، لازم نعرف خبايا السربان، لازم نتعرف على السربان بشكل جيد الطفل، حتى بعدين من يحسب حساب تخيلي، لا هو يعني قادر على معرفة موقع الخرزات بكل سهولة. الآن تمرين اكتب قراءة المعداد، لاحظ هنا مخلين خرزات بعد ما شرحنا للطفل شنو تعني هذه الآحاد والعشرات. الآن لا، نقول له في هذا التمرين عندك هاي الخرزات مفعلة، تكتب هنا هذا التمرين، هاي ايش قد يقرأ السوربان؟ 3. هنا ايش قد يقرأ السوربان؟ 2. فهاي يبدأ الطفل يحلها. الأهم بالبداية احنا نعرف الطفل على مكونات المعداد. 12، هنا 22، هنا 24، هذا كله في المحاضرة الأولى. هنا أيضاً تمرين آخر، أنا مطيل عدد وأريده شو يسوي؟ يرسم لي الخرزة المفعلة، هنا 1، يعني يرسم لك خرزة مفعلة هنا، تمام، وثلاث خرزات غير مفعلة. هذا تمرين. هنا حل بالسوربان، لاحظ ايضا هاي المحاضره الاولى، فنعلمهم شلون يجمع ويطرح على السوربان، نشرح على السبوره، وايضا عندنا السوربان نشرح عليه الكبير. الان عندي هذا مثال بسيط، 2 زائد 2 ناقص 1، ويكتب الناتج هنا، 3 زائد 1 ناقص 2، يعني عمليات بسيطه. وايضا عندي هذا السؤال ايضا يحل على السوربان، هاي في المحاضرة الأولى. طبعا المحاضرة ساعة ونص، تتخللها ربع ساعة استراحة. الآن حل بالسوربان. هنا في المحاضرة الأولى لا تخلون أي طفل يعني يجمع مال مدرسة، يعني ما يحل على السوربان، لو 1 زائد 1 خليه يحلها على السوربان. بعض الأطفال شو يسوي؟ يقول لك هسه شنو، هاي بسيطة، تمام؟ طب أنا هسه أقول 1 زائد 3 4 ناقص 3 1 1 و5 6 ويكتب 6، لا، لازم نعلمهم يحلون على السوربان. بعض الاطفال الكبار راح يستسهل الوضعيه، ومن يرجع للبيت يسبب لك مشكله، يقول لهم شنو هذا، شو بسيط، انا شنو مدخليني، مثل واحد يقول انت مقعدني ويا السعاطيط من المحاضره الاولى، يعني تعرفون احنا بالدورات الصيفيه، يعني نحاول قدر الامكان نجمعهم في ابو السادس ابتدائي ويا ابو الثاني ابتدائي، طبعا هم بعدين يتفوقون عليهم، ذول الصغار يتفوقون على الكبار بالحساب التخيلي. فشو سوى انا من اول محاضره اصدمهم، ما تخلي تطالع الطفل براحته ويقول بسيطة وهاي، لا، صدمة بالحساب التخيلي بعدين، تمام؟ ما خلي طالع من المحاضرة وما مطيع حساب تخيلي، لذلك احنا نستخدم حتى 5 طوابق من المحاضرة الأولى بالحساب التخيلي، لا تخلي الطفل يطلع وهو يعني يقول لك الأمور سهل. لاحظ هنا عندنا في كل ورقة ملاحظات، هنا يقوم الطلاب، هاي للأستاذ، بحل كل جدول على المعداد، والتدريب على تصفير المعداد، وطريقة مسك القلم، واستخدام الأصابع الصحيحة في تحريك الخرزات اللي حكينا عليهم في الدورة الأولى، في المحاضرة الأولى. وهنا بعدين علمهم كل رقم لا يحمل إشارة تعتبر إشارة جمع، تمام؟ أيضا عندي هذا، هذه الصفحة تقدرون تنطونها واجب لهم، لأن خاف يخلص الوقت. هاي الصفحة وهاي الصفحة، لكن أنت قبل لا يطلعون الأطفال أعطيهم حساب تخيلي، تمام؟ قل لهم شلون نحسب على المعداد حساب تخيلي، الان انتم عرفتوا موقع الخرزات في عمود الاحاد، لحد الان في عمود الاحاد، عرفتوا موقع الخرزات؟ خلينا نحسب حساب تخيلي. زين؟ تخيلوا المعداد، يغمضون عيونهم وتبدي تشرح لهم حساب تخيلي، ترد لهم حساب تخيلي. الحساب التخيلي شلون راح يكون عندك؟ لاحظ. تبدي تستخدم اول مره 3 طوابق مو 4. طريقه الرد بالحساب التخيلي شلون راح تكون؟ اول مره تقول لهم جاهزين، لا تخلي واحد يتكلم ويقول لك عيد، يعني لازم تكون صارم من البدايه حتى ما يقطع عليك سلسله افكار الطلاب، قل لهم اللي ما يلحق، احنا ما عندنا سباق ولا عندنا مدرسه نريد عشرات، احنا قاعد نتدرب. اللي ما يلحق لا يقول، خليه ينتظر
للمسألة اللي وراها راح تبدي وينطي إجابته حتى ما يأثرون عليك، لأن تعرفون أنتم أستاذ عيد ما لحق، أستاذ ما سمعت، ما من البداية لازم تكون صارم حتى الأطفال كلهم يفكرون وياك بالحساب التخيلي. طريقة الرد هسه شلون راح تكون؟ أول شيء تقول لهم جاهزين، نعم، أو ريدي باللغة، كيف تدرس باللغة الإنجليزية أو العربية، ريدي يعني جاهزين أول مرة، بعدين تقول لهم كلير أو تصفير، تصفرون المعداد حساب تخيلي، تخليهم يبعون على المعداد اللي موجود على السبورة أو على المعداد اللي عليهم، أو يغمض عيونه هو شلون الطريقة يحب يتخيل بها المعداد، أنت تتيحها إلى الطفل. تمام، طريقة الرد شلون راح تكون؟ مثلا هسه أنا أريد هذا اللي موجود أمامكم بالبداية، يعني أول محاضرة، 9 ناقص 3 ناقص 5 الناتج، هذا المد بالرقم أو بالإشارة، 9 يتيح للطفل يفكر، يتيح له ينطي وقت يفكر ويعرف موقع الخرزة وين صاير حتى ينزله، مو بالبداية يقول له 9 ناقص 3 ناقص 5، لا، احنا نبدي نعطي الحساب التخيلي على شكل جرعات. تمام، مثل الدواء، ما نعطيه شيشه كامله يشربها، بالعكس يقول تاثر عليه، ثاني يوم يشرد ما يجيك الطفل. فخليهم يطلعون مرتاحين من المحاضره الاولى، فرحانين، عندهم ثقه بنفسهم، لان هم بداوا يحسبون حساب تخيلي وجمع وطرح بسيط، كل الخرزات موجوده عندي. تمام، ويرجع للبيت كذلك هو فرحان، والله حسبنا اليوم حساب تخيلي. ففي كل محاضرة راح يزيد الدوز مالتك أو الجرعة وفق عدد الأعمدة، عدد الـ يعني الطوابق، بالإضافة إلى زيادة السرعة في الحل. تمام، يعني مثلا هسه بالمحاضرة الأولى أعطيهم 3 طوابق، بالمحاضرة الثانية لا، لأن 3 طوابق راح يصير 4 طوابق، مثل هذا السؤال 4. تمام، وفي كل محاضرة زيد عدد الطوابق مع زيادة الوتيرة في الرد، يعني شوية تسرع شوية شوية. تمام، هذا كله المحاضرة الأولى. الآن لاحظ هنا عندنا حساب تخيلي، هذا تطلب من الأطفال هم يحلونه، يباعون هذا المعداد ويحلون حساب تخيلي. ولحد الآن أنا ما كاتب أي وقت، ما أريد منهم أي وقت حاليا. أنا لاحظ هنا فوق ما عندي أي وقت. الآن أريد منه وقت يحسب تخيلي، هذا يكتب هنا الناتج، هنا يكتب التايم الوقت مالته. لاحظ التايم هنا، هذه الملاحظة هي للأستاذ، يجب على الطلاب القيام بالتنفس العميق وشرب الماء قبل إجراء العمليات الحسابية بالتخيل. ليش؟ لأن ذلك يساعد الدماغ بشكل كبير على الحساب الذهني. تعرفون الدماغ إذا اشتغل راح ترتفع درجة حرارته، فأكيد إحنا لازم من برده فيشربون ماء الطلاب افضل لهم. هذا لاحظ من المحاضره الاولى، احنا نعتمد كله على الحساب التخيلي، فكره البطاقات والفلاش كارت وهاي هي مو ضروريه جدا، يعني انا ما اريد تاخذ وقت من المحاضره وراويهم كارتات وكذا وهاي، لا، راسا نطب الموضوع، احترم عقل الطفل ينطيك نتائج. لاحظ الان هذا كله حساب تخيلي، يجب ان لا يكون الوقت المحدد الحل، كل جدول لا يتجاوز 3 دقائق، انا اريد انه بـ3 دقائق يحله. كثفوا الحساب التخيلي، كثفوا العمليات. لاحظ عندي هذا الاجراء تاخذونه في كل محاضره، اللي هو عندي الليسننج او سبيد رايتنج مثلا. هنا الاملاء شو تسوي؟ انت ترد حل بالسوربان، تريد محاضرات من عندك، انت كمدرب لازم يكون عندك كتاب موجود خاص بيك مثلا، او دفتر تسوي بيه معادلات، او تاخذ من الكتاب هذه المعادلات ترد لهم. هذا شنو معناته الاملاء؟ تبدي ترد لهم 10 معادلات وهم يحلونها على السوربان، انت تحد ترد. او نفس الشيء تقول لهم جاهزين، تصفير 2 زائد 2 ناقص 4 زائد 5 الناتج 5، فيكتبون الـ5 هنا. بعدين تقول لهم كلير او تصفير، تبدي بالمعادله الثانيه، انت ترد لهم ويحلون على السوربان، ولا تخلي الواحد يقاطعك حتى اذا ما حل بعدين. تمام، المعادله الثانيه، 5 زائد 2 ناقص 7 زائد 1
الناتج واحد، فيكتبونه هنا ترد لهم 10 معادلات، تمام؟ وهنا التصحيح هاي من ترد لهم، مثلا من خلصتوا قل له قوم محمد رد لي الاجابات، قوم حسين رد لي الاجابات، وبعدين انت ترد الاجابات فيكتبون هنا صح، مثلا اللي عنده خطا يكتب التصحيح مالته. احنا بالسوربان ما نستخدم المساحه حتى ما يضيع وقتنا، فالغلط يكتب عليها خطا ويكتب الناتج جوا. لا تستخدموا المساحه بالسوربان، احنا ما نريد. هذا السؤال حل بالتخيل، نفس الاجراء تقوم به ايضا، ترد لهم 10 معادلات، لكن شو يسوون هنا؟ ما يحلونها على المعداد، يحلونها بالتخيل. لكن شو ترد انت المعادلات؟ فقط في الآحاد يعني اللي اخذناها مثل ذني، يعني المستوى الاول هو متدرج. شوف هذا يقوم المدرب باملاء الطلاب في 10 معادلات من اختياره، يقوم بحلها مره على السوربان مره اخرى بالتخيل. هذا الاجراء تختفي كل محاضره. ايضا هذه واجبات، هاي كلها واجبات منزليه تنطيها لهم يحلونها بالتخيل. عندي هنا بعض الصفوف، شو نسوي هنا؟ هذا السؤال هو حدد الاختلاف بين الصورتين. هذا اول شيء نشاط ترفيهي، وايضا نشاط يزيد التركيز عند الاطفال، يحبونه حتى نطلعهم من جو المعادله، العفو المحاضره. هنا عندي هناك اختلافات عديده، اوجد 5 منها، تمام. هنا عندي مثلا هسه طفل يرسم، هنا فاكهه، عايشين موجود، حاولوا تلقون هنا انتم. هذا ابو الكاميرا عنده جنطه، هنا ما موجوده عنده. هاي البنيه برتقالي، هاي الشجره صفراء، هاي خضراء، وهاي صفراء، يعني اختلافات عديده. هنا البيت ايضا، نعم. وبهنا تكون خلصت المحاضرة الأولى. مثلا من يجون الأطفال تراجع وياهم الواجبات ضروري، وسوي لك ختم بنجمة أو رقم 10 تختم لهم، ولازم ضروري تراجع. مثلا من يجون أول 10 دقائق، قوم أحمد رد لي السطر الأول من الواجب، قوم حسين، قوم علي، فيردوا لك، وبعدين ترد لهم الإجابات الصحيحة وتختم على الورق الدفتر مالتهم، كتاب مالتهم، ختمك، حتى انت تكون مراجع هذه الامور. لكن لازم تتاكد بانهم حالين، تمام. صارت ويانا في بعض المراكز المدربه تجي وتختم، تختم 10 10 مختم برقم 10، فبعض الاطفال طفل، احد الاطفال شو مسوي؟ رايح الواجبات حسباله هو بعده بالمدرسه، وش مسوي؟ كاتب ارقام من يمه، ما حال يعني، بس يجي ارقامه كلها غلط. فلازم تدققون حتى ما تقفون موقف محرج مثل هذه المدربه. لاحظ هنا عندي هذا التيم، هذا ايضا تستخدمونه في كل محاضره. هذا شنو معناته؟ الاطفال تقسمونهم مجموعتين، وطبعا تحاول تخلي يعني توازن بين مجموعتين بالعمر والسرعه، كاطفال يعني يتعلمون بسهوله وكاطفال بطيئين، فحاول يكون عندك يعني مجموعتين، مجموعه اي تحل هذا الجدول، ومجموعة بي تحل الجدول الثاني. وش تسوي؟ قلت لكم كل دراستنا تعتمد على التدريب، أكثر شيء التدريب. يعني هذا التيم، لاحظ هذا الجدول يحلونه مثلا فريق أي، وهذا الجدول يحلونه فريق بي. زين، تعطيهم توقيت مثل 5 دقائق يحلون الآن بالسوربان، فليخلص يقول يكتب التوقيت مثل مالته هنا، مثل هذا خلص ب3 دقائق أحمد، تمام. حسين خلص ب4 دقائق، علي خلص بدقيقتين، هذا الجروب أي، فتجمع الوقت مالتهم كلهم، مثل وقتهم صار 20 دقيقة، تجمع في حل هذا السؤال وقتهم صار 20، أكو واحد آخرهم صار 6 دقائق، تمام. أو العفو، يعني 5 دقائق ما يخلص، اللي ما يخلص خلال 5 دقائق تعطيهم زائد 1 للتوقيت مالتهم كعقوبة، يعني زائد دقيقة واحدة، تمام، فصار 21 مثلا. هذا جروب بي مجموع التوقيتات مالتهم صارت مثلا 18 دقيقة في حل هذا السؤال كلهم. إذا من الفريق الفائز؟ هذا الفريق الفائز، تمام. هذا التيم، زين. الآن
ايضا تقسمهم مجموعتين، تقول لهم الان هسه حل بالتخيل، مجموعه A ومجموعه B، نحل بالتخيل، وكل واحد يكتب ايضا السؤال مالته هنا. لاحظ لحد الان احنا بعدنا في الجمع البسيط وفي عمود الآحاد. المحاضره الثانيه، وهذا الاملاء يرجع عليك في كل محاضره. لاحظ ايضا انت ترد لهم 10 معادلات في السوربان يحلونها و10 معادلات بالتخيل. هاي عندي تدريبات منزليه. طبعا التدريبات المنزليه هي يعني الطفل ايش ما تدرب بالمنزل يكون اقوى واقوى اكثر. لاحظ الان خلصنا احاد، راح يدخل عندي موضوع العشرات. حتى موضوع العشرات احنا راح نعطيه يعني كجرعات، يعني انا من العشرات مو راح ادخل له 50، لا. لاحظ الان الارقام الجديده اللي دخلت عندي 10 11 12 13 14 و15، تمام؟ ما اخذنا كل الارقام، راح هاي الارقام تصير عندي بالتتابع. لاحظ هسه المعادلات، اللي يشوف المعادلات هي فقط ثلاث طوابق، احنا عندنا شنو هو كراس ننطيه للاستاذ، هذا الكراس بخمس طوابق وست طوابق وسبع طوابق وحتى 10 طوابق من المعادلات. هذا شنو الكراس؟ هو الاستاذ يعتمد على نفسه، هو يطورهم، يعني اذا شافهم قويين هو يبدي يزيد الدوز من يمه. لان انا كمدرب ما اقدر اخليه حاليا هنا ثمان طوابق بعده بالبدايه واخليه ثمان طوابق، هذا راح يصير عنده رده فعل جدا قويه، الطفل يجوز ينفر من عنده او يروح للبيت هناك ويصير صعب عليه مثلا يشوفه عده طوابق. فلا، هذا الاجراء انا يعني اخليه للاستاذ من خلال الكراس الخاص به، هو يرد لهم حتى في الإملاء أو في عمليات التخيل، هو يبدي يزيد الدوز من يمه، احنا فقط هسه نعطيه ثلاث طوابق هاي للطفل. هاي كله لاحظ حد ال 15 في المعادلات، ونفس الشيء أيضا واجبات منزلية وحل بالتخيل وحل بالسوربان. والإملاء هنا بالإملاء بالتخيل وبالسوربان تدخلوا لهم هذني من ذني الأرقام 11 و12 و13 و14. الآن أعتقد دخل عندي غير أرقام أخذناها هنا. وين وصلنا؟ ايضا عندي بالتخيل وبال، لاحظ الان عندي دخل 16 و17 و18 19 و20، ونفس الامور ايضا تجري عليهم. ايضا عندي تيم 21 25 وكلها بها واجبات وكلها الاجراءات مالاتك انت تستخدمها وياهم. كثفوا من التدريبات اللي خاصه بالتخيل. الآن عندي صار 30. أيضا هذا موضوع الإملاء بالسوربان بالتخيل، ومثل ما تجي نفس الشيء، أول ما تجي راجع الواجبات وأخذوا نشاطات، حاول تخليهم قسميا. أيضا عندي هذا اختلاف بين الصورتين، أيضا هاي لل 45 وصلنا. لاحظ لحد الان فقط جمع وطرح بسيط، وكتاب الكراس مال الاستاذ يعني مشتغل في رقمين، يعني خمس طوابق وست طوابق وسبع طوابق وثمان طوابق يرد لهم، يعني ما نعتمد احنا فقط على الكتاب ثلاث طوابق، لا. احنا نعتمد نمشي بالمعداد على يعني بصوره افقيه مو عموديه، يعني ما ناخذ فقط الاحاد وبعدين ندخل اصدقاء رقم خمسه، لا. نوصل حد المئات في الجمع والطرح البسيط بحيث الطفل تكون عنده ثقة بنفسه جدا عالية، تمام؟ يحسب جمع وطرح بسيط حد المئات، بعدين يزيد ثقته بنفسه، يعرف موقع الخرزات بشكل جيد، فمن يدخل أصدقاء رقم خمسة تكون عليه تحصيل حاصل جدا بسيط. لاحظ ها الان خلصنا الارقام، شوف قاعد يصير عندي كل الارقام الان ثلاث طوابق، كله جمع وطرح بسيط، ونفس الاجراءات اللي نقوم بها، ترد للطلاب تخيل الاملاء وعلى السوربان وتسوي مسابقات وفريقين. الان لاحظ التخيل بالعشرات من تزيد الارقام احنا راح نبدا برقمين، نعطي الدوز رقمين يعني عم طابقين العفو،
طابقين رقمين، هذا تخيلي. لاحظ أول مرة أنطيهم طابقين لكن الأرقام زادت وكثرت عندي، مو مثل 10 و12 و13 للطوابق، لا بدينا نعطيهم هذا الجرعة شوية شوية، اثنين بعدين وين صرت؟ أربع طوابق. لاحظ الآن أربع طوابق صار عندي بالسوربان، بالتخيل طابقين بديت بيه، بالسوربان ثلاث طوابق وبعدين صارت أربع طوابق الدوز مالتي الحل بالسوربان. جمع وطرح بسيط هذا كله بدون أصدقاء الرقم خمسة، كل الخرزات موجودات عندي. هذا نفس الحالة، لاحظ الآن عندي حل بالسوربان هذا ثلاث طوابق مئات، جمع وطرح بسيط طابقين، العفو طابقين ثلاث أرقام، هذا كله جمع وطرح بسيط، بعدين يتدرج يصير ثلاث طوابق حل بالسوربان. الآن بالتخيل طابقين، وأيضا نزيد الدوز شوية شوية علي، يعني لاحظ أنا خلصت نص الكتاب بالجمع والطرح البسيط، الطفل يكتب ثقة بنفسه عالية. الآن دخل أصدقاء الرقم خمسة، يعني إحنا خلصنا نص الكتاب تقريبا أكثر من 10 محاضرات ناخذ جمع وطرح بسيط وتدريبات مكثفة على التخيل، بحيث الآن الطالب اللي موجود عندي ظل يجمع ويطرح جمع طرح بسيط بالمئات بالتخيل، فلاحظ كمية الثقة اللي اكتسبها بنفسه. تمام؟ فمن أدخل أصدقاء الرقم خمسة والشرح اللي شرحناه إحنا حاليا راح تكون عليه تحصيل حاصل يعني بسهولة، من خلال الشرح اللي شرحته أنا هسه لكم شنو الأربعة ومن وعدوها وشلون الخمسة يساعدها. تمام؟ فنبدي بالدوزات أيضا، زائد أربعة تساوي زائد خمسة ناقص واحد، لاحظ نقولهم هنا نشرح هاي واحد زائد أربعة، هنا الواحد صاعد الأربعة ما لها مكان هنا. تمام؟ فتروح للخمسة صديقها، فينزل الخمسة ويطرد الواحد، وأبدي أمثل هذه المعادلات، هذه المعادلة واحد زائد أربعة، اثنين زائد أربعة، ثلاثة زائد أربعة، أربعة زائد أربعة. لاحظ هذا بالنسبة إلى زائد أربعة، إذن زائد أربعة وآخذ لهم فقط في الآحاد. تمام؟ فقط بالآحاد. زين قد يسأل بعض يقول إحنا وصلنا بالمئات، ذاك الجمع بسيط بدون قواعد، أنا إذا هسه يفهم الحساب المركب اللي هو أصدقاء رقم خمسة، أيضا نسوي نزود عليه الدوزات، وتبدون تستخدمون نفس الشيء، يعني أنتم أساليبكم اللي استخدمتوها بالبداية أيضا تستخدمها ويا أصدقاء رقم خمسة، تسويهم فرق وتاخذ لهم إملاء تخيلي وإملاء بالسوربان وهكذا. لاحظ هذا كله على زائد أربعة، مئات المعادلات نحل ومئات الواجبات. الآن الأربعة أيضا دخلت عندي شنو؟ في العشرات، خذيت أول مرة بالمئات بالآحاد، وأيضا لاحظ عندي هذا إملاء تخيلوا هاي. الآن دخل عندي زائد ثلاثة، وأيضا زائد ثلاثة نفس الشيء نشرح لهم، نقول لهم هنا اثنين صاعدة والثلاثة يريد يصعد ما إلى مكان، فينزل الخمسة يساعده ويطرد الاثنين، وأنا أخذ لهم هذه المعادلات اللي خاصة في زائد ثلاثة. ونفس الحالة زائد ثلاثة، طبعا هو أخطر مستوى عندك هو المستوى الأول، لأن يعني الطفل لا يحب السوربان لا يكرهه في المستوى الأول، وتعتمد عليك أنت، لذلك إحنا اعتمدنا بتدريبنا على السوربان بأن ناخذه بالبداية جمع وطرح بسيط حتى نحببه، يعني مو أنا شفت بعض الكتب ياخذ محاضرتين ثلاثة في الآحاد بالجمع والطرح البسيط وبعدين دخل أصدقاء رقم خمسة، وهذا يعني راح يخلي الطفل ينفر. الآن زائد ثلاثة ناخذ معادلات أيضا عليها طابق واحد حتى يعرفون الأطفال، وحل بالتخيل أيضا عليها، واجبات منزلية نعد أيضا زائد اثنين نفس الحالة. زائد واحد وأيضا نعطي شيتات خارجية للأساتذة مالتنا حتى تعاونهم فيه، أيضا عندي هذا الإجراء في كل معادلة.
عندي أخذت حد الاختلاف بين الصورتين، إذا هذه زيادة تركيز. الآن نأخذ أصدقاء الرقم 4 5 السالبة، نفس الحالة هم نشرح لهم هاي اللي شرحناها اليوم. إحنا بعدنا هذا بس الكتابة رأيتك إياها، بعد عندنا تقنيات الوصول للحساب التخيلي راح ناخذها في قادم المحاضرات إن شاء الله. المحاضرة القادمة ما راح ناخذ البيج فريند الموجب، لا، راح ناخذ أساليب التدريس وأساليب تقنيات الوصول بالطفل للحساب التخيلي. أنا هسه حاليا بس أشرح لك الكتاب يعني شلون نتكون ونبتدي بيه، لكن راح نتكلم يعني تكلم مفصل شلون تدرس الطلاب، بحيث إن المحاضرة القادمة إن شاء الله أنت راح تكون مهيئ لتدريس المستوى الأول يعني. صار عندي 4 طوابق 5 طوابق في أصدقاء الرقم 5 السالبة، إذا ناقص 3 ناخذ تتابعا، نختصر شوية الأمور. هاي ناقص 2، لاحظ شوية شوية الآن عندي صار جمع وطرح مركب بالعشرات، خلصناها. ايضا هذا نفس الاجراء عندك، التيم ايضا تقسمهم، حتى لو تسوي مسابقات من يمك انت يعني. وعندي هذا الامتحان النهائي اسمه الطالب، حل بالسوربان، حل ذهنيا، سؤال 3 ايضا حل بالسوربان، سؤال 4 حل ذهنيا، وهكذا. هذا فيما يتعلق كتاب المستوى الاول. احنا كتاب المستوى الروضه ايضا اطلعنا عليه، لكن ان شاء الله ست كفاح تقول هذا الكتاب ما عندنا، هذا الكتاب ست هو احنا اللي قاعد ندرسه في مدارسنا يعني، عليه حقوق نشر وتوزيع موجوده يعني ضمن الحقيبه التدريبيه اللي توزع للطلاب، ما نعطي بي دي اف، توزع للمدارس والمراكز اللي تدرس برنامج حصاد السوربان. هذا الكتاب هو خاص بالمستوى الاول. سؤال؟ إن شاء الله في المحاضرة القادمة احنا راح نشرح تقنيات الوصول بالطفل للحساب التخيل. العفو أستاذ كفاح، والاسم الاسم شوية مرات يعني اكو هواي اسماء. انا في معرض بغداد الدولي تواجدت به من يوم خمسة الى يوم 13/6، 5 إلى 13/6 يعني هواي اجوا. انا ما شايفهم اصلا، قال الاستاذ احنا داخلين عندك في دوره رقم كذا وكذا، فهذا الشيء فرحني يعني حقيقه. ان شاء الله انا حاليا راح بس تخلص المحاضره راح ادز لكم الجروب الخاص بالاتحاد الدولي للسوربان والرياضيات الذهنيه مفوضيه العراق. كل اللي خريجين هم داخلين بهذا الجروب، لان احنا ندز من خلاله كل الاخبار اللي خاصه بالاتحاد والدورات اللي نسويها التاهيليه المجانيه يعني. سابقين كل ما يصير عندنا نسوي لهم دورات تاهيليه مجانيه يعني كيفيه تدريس المستويات، واي شيء يطرح جديد احنا دائما نسوي عليه محاضرات يعني محاضره او محاضرتين او ثلاثه تاهيليه دعويه خاصه تكون بشكل مجاني لكل المشتركين. إن شاء الله مثل ما قلت في المحاضرة القادمة إحنا راح ناخذ تقنيات الوصول. نعم، كل الأسماء، نعم كل الأسماء موجودة، راح نرسلها للاتحاد يعني حقيقة. الشهادات أنا ظليت أرسلها بشكل مبكر يعني حتى تواريخ الانتهاء تكون يعني قديمه يعني قبل لا تنتهي الدوره، لان تصدر من خارج العراق وسويت لنا يعني اشكال ويا الطلاب يعني تتاخر. اذا من تخلص الدوره وندزها راح تتاخر هواي يعني، تصدر من الخارج وتوصيل دي اتش ار وها، ولما تجي ولما يوزعها. فظليت من تبدا الدوره او بنصها راسا ادز الاسماء حتى تصدر شهادات، حتى بنهايه الدوره تكون كل الشهادات موجوده ونوزعها حتى لو منتهيه بتاريخ قديم يعني قبل لا تنتهي الدوره ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضوركم، ونلتقي في محاضره قادمه مع السلامه.